هي عتيرة إذا مدخل بعنوان ميكانيكي نيوتن. نيوتن مولود 1642، متوفي 1727، عالم رياضيات فيزيائي وفلكي إنجليزي وميكانيكي. يؤمن بالجاذبية الكونية، وربما أسس أو نظم في تأليفة علمية شهيرة قوانين الحركة. تمارس حسب رأيه الكتلة قوة جذب متبادلة، ثلاث قوانين تحكم مجمل حركة الكون. يتكون الضوء الأبيض من جميع ألوان الطيف، تتجلى الإرادة الإلهية في حركة الكواكب. بعد ذلك نيوتن حاول أو ميز بين المادة والحركة، يعني يتكون كل جسم من كتلة من المادة، التفاح والريش والسندان والشمس والأرض والقمر أجسام مادية تمتلك كتلة محددة ماس بين ديترميني. الكتلة تجذب بعضها البعض، هذه الظاهرة التي تسمى الجاذبية، يعني هي قوة كونية ثابتة تعمل في كل مكان في الكون. إذا سقطت جميع الأجسام على الأرض فذلك لأن كتلتها تنجذب إلى كتلة الأرض. كلما زادت كتلة جسم ما زادت قوة جاذبيته. كلما زادت المسافة بين الأجرام السماوية قلت قوة الجاذبية الأرضية. هذه القوة تمارس بشكل متبادل بين جميع أجسام الكون. أي جسم يمارس قوة جذب متناسبة مع كتلته، ولعكس مربع المسافة التي تفصله عن جسم آخر. يتم التعبير عن هذه النسبة بواسطة الصيغة الرياضية F إتجاه M D كاري. F هي القوة، نعم قوة الجذب، M هي الماس أو يعني الكتلة، D هي المسافة، المسافة يعني مربع المسافة. الفضاء مكان خالي حسب نيوتن من كل مادة. بين الكواكب والنجوم لا توجد قوة احتكاك تؤثر مباشرة على الأجرام السماوية، فهي تخضع فقط لقوة الجاذبية التي تشكلها كتلتها. تخيل إطلاق قذائف مدفعية من قمة جبل مرتفع للغاية تعود إلى الأرض أكثر فأكثر مع زيادة قوة الدفع. عندما تدفع قوة المدفع كرة المدفع بقوة مساوية لقوة جاذبية الأرض، تدخل قذيفة المدفع المداري. إذا تم إطلاق الكرة بقوة أكبر فإنها تنفصل عن الجاذبية الأرضية وتستمر في مسارها في الفضاء. داخل منطقة التأثير المتبادل تتكتل أجسام الخمل عن طريق الجاذبية لتشكيل كتلة واحدة تكوين كوكب. تسقط جميع الأجرام السماوية فوق بعضها البعض، لكنها لا تتآكل معا لأنها تتعرض للسرعة التي تبقيها في حركة مدارية. إذن تخضع حركة يعني الأجسام لثلاث قوانين حسب نيوتن، وهذه من أشهر يعني المقاربات. القانون الأول هو قانون العطالة، يعني قانون برنسيب دينارسي العطالة أو التعطيل. يقول نيوتن كل جسم يثابر في حالة السكون، حالة السكون أو التغير الحركة المنتظمة في خط مستقيم يجد نفسه فيه ما لم تؤثر عليه قوة ما وتجبره على تغيير حالته. أعيد، كل جسم، وهذا هو حالة العطال، مبدأ العطال، كل جسم يثابر في حالة السكون أو الحركة المنتظمة في خط مستقيم يجد نفسه فيه ما لم تؤثر عليه قوة ما وتجبره على تغيير حالته. بعبارة أخرى، F المطلق كل جسد ساكن، B إذا لوحظت حركته فإنه يتعلق فقط بالأجسام الأخرى. المبدأ الثاني أكمل يعني بعبارة أخرى، F المطلق كل جسد ساكن، B إذا لوحظت حركته فإنها تتعلق فقط بالأجسام الأخرى. A بالنسبة لنفسها، الأرض ثابتة في الفضاء، كل الأجرام السماوية تدور حوله. B فيما يتعلق بالشمس، تتبع الأرض مدار خطي ثابت ومستقر وغير متوقع. G إذا بدأ الجسم في الحركة فإنه يتسارع تحت تأثير قوة ما. يعني بعد ذلك نأتي إلى المبدأ الثاني. المبدأ الثاني دينامية الانتقال أو التسارع. نعم التسارع، دينامية التسارع. التسارع الذي يمر به جسم كتلته ميم يتناسب مع ناتج القوة
يعني ف التي يتعارض الهواء تناسب عكسا مع كتلته، اف تساوي ام فوا ا. تقاوم كتل الجسم المتسارع الذي تفرضه القوى التي يمر بها، كلما زادت كتلته قل تسارعه. بعد ذلك نأتي إلى مسألة التفاعلات، فعل ورد الفعل، يعني الفعل ورد الفعل. أي جسم A يمارس قوة على جسم B يواجه قوة متساوية الشدة في نفس الاتجاه، ولكن في الاتجاه المعاكس يمارسه الجسم B. أي بعبارة أخرى، عندما يتم وضع جسمين جنبا إلى جنب، فإن القوى المعارضة لهما تكون متساوية وتلغي بعضهما البعض. هذا هو السبب في أنها تظل بلا حراك بالنسبة لبعضها البعض. أي عمل على الجسم يؤدي إلى رد فعل تكميل في الاتجاه المعاكس. دفع محرك الصاروخ هو إجراء يتسبب في تحرك الصاروخ في الاتجاه المعاكس لقوة الدفع. ضوء الأبيض والألوان بالمرور يعني يتكسر شعاع من الضوء الأبيض، تظهر كل ألوان قوس قزح، من ناحية أخرى يظهر كل لون كما هو عن طريق تمرير مرة أخرى عبر منشور ثاني، يتكون ضوء الشمس من جميع ألوان الطيف. نأتي إلى الفكرة الأخيرة عند نيوتن، وهي حركة الكواكب والإرادة الإلهية. لا يمكن تفسير لمعاني الشمس وعتامة الكواكب وترتيب نظام الكواكب والقوانين التي تحكمها بأسباب طبيعية بسيطة. من المستحيل عدم نسبها إلى 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 فاعل، نعم إلى فاعل، ترتيب فاعل هو الإرادة الإلهية. هناك علاقة بين الإرادة الإلهية وحركة الكواكب. إذن هذه مداخلتنا حول ميكانيكا نيوتن، إلى اللقاء في مداخلة قادمة حول نيوتن.